شكرا لهاد الناس اللي نظموا هاد الحمله في دار بوعزه. حنا متبعين على مع طبيب القلب ومتبعين على السكر هنا في دار بوعزه وكيعطيونا الدواء، والله يجازيهم بخير. وكنشكروا جلاله الملك محمد السادس، الله ينصره والله يطول لنا في العمر ديالو، والله يجازيهم جميعا بالخير، والله يحفظهم والله يجعل فيهم البركه. داروا لي دابا عبروا لي الطونسيو السكر وعبروا لي الوزن، دابا غندخل ندير الخزان والله نشوف نشوف الطبيب ديال القلب ونشوف الطبيب ديال السكر. جماعة دار بوعزة في إطار الأنشطة ديالها قامت بشراكة مع أحد لي لابوغاتواغ بواحد نهار ديال حملة تحسيسية ديال أمراض داء السكر، وشافوا طبيب ديال القلب وشافوا لابوغاتواغ، والحمد لله كل شيء داز بسلام. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر رئيس جماعة دار بوعزة، كما نشكر جميع الأطر المجلس الجماعي والناس ديال كروسون روج والطبيبة ديالنا. اليوم 28 ماي 2022 قمنا بحملة طبية تحسيسية لفائدة مرضى بفضل المجلس الجماعي لدار بوعزة بشراكة مع أحد المختبرات الطبية والأطر ديال الهلال الأحمر والمكتب الجماعي لحفظ الصحة. قمنا بهذه الحملة التحسيسية لفائدة المرضى اللي كنستقبلوهم بشكل يومي، للعدد ديالهم كيوصل 973 مريض. قمنا لهم بتحاليل ما يقارب 200 شخص، تحاليل ديال الخزان، بالاضافه لانهم 22 منهم شافوهم طبيب ديال القلب، والحالات اللي لقينا عندهم الخزان طلع بزاف تم التوجيه ديالهم للطبيبه الاختصاصيه في داء السكري اللي متواجده بالمستشفى الاقليمي الامير مولاي الحسن. العمليه دازت في احسن ما يرام الحمد لله، تنظيم جيد. وكنستغل هذه الفرصه باش نشكروا السيد الرئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة بالاضافه لاعضاء المجلس وكل الاطر اللي ساهمت لا من قريب ولا من بعيد، سواء كانوا اطر المكتب الجماعي لحفظ الصحه او اطر الهلال الاحمر والاطر ديال الجماعه، كنتقدموا لهم بالشكر الجزيل. اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهم داء السكر كيبغي الريجيم الوقايه، الوقايه مهم. اللي عنده الفانيد يبقى ياخذ الفانيد، اللي عنده الانسولين يبقى ياخذ الانسولين ما يقطعهاش. ومهم السكر شويه وخيم، يعني كيطلع العينين كيبوشي العروقه ديال العينين، بوشي العروقه ديال الرجلين، يعني الكلاوي بزاف بزاف، ولكن الحمد لله الحمد لله. ولد 6 سنين يعني 21 عام، 21 عام وهو فيه السكر. الحمد لله اثر لي على العينين، مشي لي رجلي. المهم الحمد لله الحمد لله مشي العينين. قافله مزيانه الحمد لله، قافله مزيانه كيعبروا لك السكر. المهم اي حاجه كيديروها معاك، اي حاجه كيديروها معاه والله يكثر خيرهم. والله كرشتي مع الطبيب ديال القلب شنو قال؟ المهم عطاني الناس الدكتور ديال القلب صيفطني عند الطبيب ديال السكر على حساب الناس، والله يجازيه بخير. المهم الحمد لله. المهم صيفطني الميريزكو عند الاساتذه تما وداك الشيء. المهم الحمد لله نهار اثنين ان شاء الله نمشي عندهم ان شاء الله لا بغى الله. أنا تم الطلب ديالي من طرف الجماعة ديال دار بوعزة باش نقوموا بهذه الحملة التحسيسية لأمراض ارتفاع الضغط الدموي والسكري. كما كتعرفوا أنهم مرابطين بزاف، كما كتلاحظوا كان هناك إقبال كثير وكثير كثير من الساكنة، وأنا كمواطن وساكن في منطقة دار بوعزة فكان من الضروري أن احنا نحضروا الحمد لله. وكنشكروا أن الجماعة لهذه الأعمال اللي كتقوم بها، فالحمد لله لقات استجابة كبيرة ولقينا قمنا بتشخيص عدة أمراض. فالحمد لله نتمنى على الله أن ما تكونش هي الحملة الوحدة ونكملوا إن شاء الله في المطار صحيح. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنايا من المنطقة ديال دار بوعزة جينا هنا سيدي على حساب هاد الشيء ديال أمراض السكرية، نديروا هاد الشيء ديال الخزان وهاد الشيء ديال الطونسيون. والله يطول عمر سيدنا هو اللي قام لنا بهاد البتوق. ايوا هذا هو سيدي. شنو المرضى ديال داء السكري ولا الله جيتي تشوف؟ لا لا عندي مرض سكري، انا عندي مرض سكري، عندي 3 غرام 4
وهي هذا سيدي راه شنو الاحتياطات اللي كدير؟ كندير الدواء ديال سميتو ديال السكر الفانيد والبرا كنعمل البرا كندير شويه ديال الرياضه في لاصال بشكليط وكذا تنعرق وصافي. هو هذا سيدي الله يطول عمر سيدنا راه قامين بالعمل الله.